أنا على الهاتف أستاذ أسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا ومرحبا أخي الفاضل، أهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. دلوقتي أنا حضرتك، أنا معايا زوجتي ومعايا بناتي، وزوجتي عائلة ليها أخت، يعني الله يسهل لها، يعني الله يسهل لها. فالاخت ديت اتهجمت على بناتي في بيتي وانا مش موجود. ايوه اتهجمت على بناتي وانا مش موجود حضرتك، واخد بال حضرتك؟ فانا دلوقتي يعني بقول لها دي ماتت من حياتنا، لانها اصلا مطلقه من 15 سنه، ها، ومن 15 سنه بتتزوج زواجات عرس، كل سنه نلاقي معاها واحد بتفرضه علينا. انا بغير على اهل بيتي، انا مش عايز اشوفها ولا اشوف جوازاتها ولا اشوف حد. فراي حضرتك وراي الدين في هذه البني ادمه والشخصه، ان انا طب مش عايز اعرف الست دي. استاذ اسامه، انا حضرتك بخاف ما على عرفتش، سمعتي، يعني بخاف على عيالي بنات، ليك بخاف حق، على ليك زوجتي حق، بس المحترمه. طيب انا مش عايز اخد الاثنين، مش عايز اخد ذنب مراتي بذنبها. طيب ممكن حضرتك اسال حضرتك على شيء؟ هي ليه اتفضلي يا تهجمت، فندم. هي ليه تهجمت عليهم في البيت؟ تهجمت عليهم في البيت، وبعد ما تهجمت اتصلت بيا وانا في شغلي، انا موجود في شغلي، وشغلي يا فندم حضرتك ليه؟ انا ليه؟ بشتغل 15 يوم بسيب بيتي وعيالي. ربنا يقوي حضرتك، بس ليه هي تهجمت يبقى عليهم؟ تهجمت على حضرتك سامع عيالي سؤالي بانك يا ان استاذ بنتك أسامة، مش يعني هدئ متربية، من لان روعك. بنتي قالت لها انا متربية احسن تربية يا خالته. طيب ليه هي اتفضلي يا فندم، تهجمت؟ اتفضلي اتفضلي. ليه هي، انا هسأل كذا سؤال عشان حضرتك مش بتسمعني بسهولة، اتفضلي هي ليه اتفضلي تهجمت اتفضلي. على البنات في البيت اللي هي تبقى خالتهم، يعني تهجمت عليهم ليه؟ ايوه وليه هي بتتجوز عرفي، واحنا ليه هي كأختها ما بتنصحهاش انه هي يبقى زواجها شرعي ويبقى شيء نصحنا معلن؟ كتير يا دكتوره، نصحنا كتير وتعبنا كتير، وتعبنا مع الاهل ومع الام ومع القرايب ومع الدنيا كلها، تعبنا تعبنا تعبنا. الام نفسها يا فندم شايفه ان هي غلط، وفي الاخر تقول دي بنتي. طيب بنتك تبقى بعيد عننا، احنا مش عايزينها. زوجتي مقيداني، زوجتي بتقول دي بالنسبه لي انا مش عايز اعرفها، دي خلاص صله رحم يا دكتوره في هذا الامر. هل انا غلطان بحافظ على بيتي وعلى عيالي؟ وبعدين طيب بتتجوز مع نفسها، دي عايشه مع نفسها لوحدها، كل شويه تجيب واحد تقول ده جوزي ده جوزي ده جوزي. طب احنا ذنبنا ايه في المواضيع دي يا فندم؟ بس حضرتك ما جاوبتنيش، هي ليه تهجمت عليكم في البيت؟ حضرتك بتتكلم مع بنتي، بتتكلم مع بنتي في التليفون، وبتقول لي بنتك قللت الادب، وبتهددني بقى في التليفون وانا في شغلي. انا هاخد حق منك شرعي، وهشتكيك في شغلك، وهشتكيك في الدنيا، وهجيب لك بلطجيه تحت بيتك، واعمل الله معاك الله، الصح والغلط. الموضوع كبر. دي واحده ست، انا هقعد قصاد واحده ست يا جماعه، حلوني طب بس بالله انت عليهم. هدي اعصابك يا استاذ اسامه، الامور ما بتتاخدش بالغضب الشديد ده. صحيح الواحد بيشوف اوضاع ممكن تكون مضايقاه او تثير يعني في نفسه اشياء واشياء، وبالتالي بتدفعه الى انه بيبقى في هذه الحاله من الغضب الشديد. انا بس بلاحظ شيء في مثل هذه الامور، لما بيكون عندي شخص في العيله سواء بينتمي الى عيلتي انا، عيله الزوج او عيله الزوجه، ويكون هذا الشخص بيرتكب اخطاء ما على ما يبدو للناس، احنا ما دخلناش جوه قلوبهم وما فتشناش في سرائرهم، انما نحن بنحكم على ما يبدو لنا من الامور. وفي كل الحال لابد الانسان يحسن الظن، لانه في الحقيقه مش بيحسن الظن بغيره، انما بيحسن الظن بنفسه. يعني لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. الانسان ده ادب قراني كبير وعظيم، انه الانسان دايما انت لما بتحسن الظن بالاخرين الحقيقه بتحسن الظن بنفسك، لان احنا كلنا جسد واحد، حتى لو احنا شايفينها بتعمل خطا. انما لما احنا شايفينها على هذه الشاكله في تصرفات احنا مش راضيين عنها، وبنبتدي لما بنتكلم معاها ممكن نكون بنتكلم بطريقه مش مظبوطه، بنعاير، ما بنعرفش هي ليه بتعمل كده، ايه السبب وراء انها تعدد الزيجات بالصوره الكبيره دي. على العموم لا يعنينا الدخول قوي بصوره هي لها المفترض يكون ابوها موجود، اخوها موجود يتولى ذلك الامر،
لكن انا شفت قريب اخت زوجتي على اوضاع انا كرب بيت او كمسؤول وكراعي في بيتي اخشى على اولادي من ان هم يعني ينظروا الى هذه التصرفات على انها تصرفات عاديه، وان هم قد يتاثروا سلبا بهذه التصرفات. شيء جميل تحافظ على بيتك في غير قطيعه للرحم، حتى لو كانت على هذه الصوره اللي حضرتك بتقولها. بنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنعامل اللي قدامنا، مش قاطعين كل الصله، محجمينها. مفيش مانع هي اختها تسال عليها، مفيش مانع برضو ان بناتنا حتى لو انا شايفه خالتي على تصرفات مش مظبوطه، ما يمكنش ان انا اتطاول عليها او ان انا اسيء اليها وهي حاسه انها مضطهده من كلكم، لان هي عارفه انها بتتصرف غلط. فلما تيجي البيت تبتدي تتهجم عليك وتسيء الادب في غير وجود حضرتك او حتى في وجود حضرتك، كل دي امور لازم انا عندي مشكله ازاي اتعامل معاها بصوره لائقه، لاجرح اللي قدامي حتى ولو كان على غلط عشان يسمعني. ما هو انا لو عايز اللي قدامي يسمعني مش هقول له انت غلط وانت بترتكب كذا وانت بتعمل كذا، عمره ما يسمعني. المفروض الانسان دايما يبدي الايجابيات اللي في الشخصيه، ما هو ما فيش انسان معدم، هي مش نافعه خالص، هي انا مش يعني. ان كان بيرتكب من بعض الجوانب امورا خاطئه فاكيد عنده من الامور الايجابيه ما يجعلني ابدا الكلام معاه بالصوره الايجابيه دي، حتى لو انا شايفه انه هو واحل نفسه في اشياء كثيره خاطئه. لكن احساسنا او القاء هذه المشاعر عليها بان انت مخطئه وان انت كذا وان انت كذا، ممكن ده هو اللي بيدفعها الى مزيد من العناد. ما مش كل الناس زي بعضها. حضرتك ممكن تقول وانا مالي، تمام، حضرتك عايز انك انت تحافظ على حدود بيتك فبها ونعمت، ولكن ليس في قطيعه انك تخلي زوجتك تقطع علاقتها مطلقا باختها، ده كلام ما يمكنش ابدا. لابد يكون في بصيص من الود القائم فيما بينهم. لعل في يوم من الايام كلمه اللي انتوا شايفين لا تجدي دلوقتي تجدي بعد شويه، فما نرميهاش، احنا ناخد بايديه. لو حتى هي رافضه بتسلم على اختها، اختها تسلم عليها بطريقه كويسه وتدعي لها، وما فيش مانع ان هي تستقبلها من وقت للتاني، مش لازم كل يوم، ومش لازم هي لو حست انها غير مقبوله على اوضاعها دي مش هتواليكوا بزياره كثيره، انما هيكون من وقت للتاني في ود، حتى نبقى فاتحين الباب للنصيحه. انما مش كل انسان ياخد في وشه ويمشي، والا لم ينصلح ولن ينصلح المجتمع. لو انا ببص على حدود بيتي بس، طب وباقي البيوت؟ انا محتاجه لو في مرض انتشر في مجتمع وانسان بيعالجه في بيته بس، هياتيه من اخرى. وده معناه انه الانسان مش يقفل على بيته بس ويقول انا وبس، لا، مش انت وبس، انت والناس، انت الدين النصيحه، في حدود اللي لا اؤذي بيها بيتي، وفي حدود اللي انا مش سايب ايديا خالص ونرميها وما نكلمهاش وما نعرفهاش لا، في الحدود التي لا تؤذي أصل هذه الأخت، تصل أختها وتنصحها بما يرضي الله، والأولاد ما يتطاولوش عليها حتى وإن كانت على خطأ. وده حتى من باب الذوق العام والأداب العامة. أخي الفاضل أستاذ أسامة، أنت فيك عصبية زيادة في علاج الأمر، عايزين نهدى، ما تبقاش الأمور بهذا الشكل، إن إحنا لو بنعالجها بالشكل ده لن تعالج، هتبقى صراعات وخناقات واختلافات.